يا مساء الخير، يا مساء الجمال على احلى متابعين في الدنيا كلها. طبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير وتعملوا كومنت واشتراك يوصلكم كل جديد. واول حاجة نسمي الله ونصلي على حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي يا حبيب قلبي معانا راس توم مسكناه زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده، وحطينا عليها معلقتين زبدة، وهنسيبها بقى ايه في النار ونلفها مع الزبدة كده ونشرب التوم بالزبدة لغايتين التوم ما يصفر خالص. وهنعمل دلوقتي معاكم كفتة الرز. طريقة عمل كفتة الرز دلوقتي يا حبيب قلبي ايه، هنقلب التومة كده مع بعض، وننزل بقى فلفل اسمر وسبع بهارات كده، ونلفها بالتومة زي ما انتوا شايفين كده يا حبيب قلبي. وبعد كده هنزل بمعلقة ملح واديها تقليبتين، بعد كده عاملة كيلو طماطم مسكته ضربته في الخلاط ونزلت بيه، وهديها تقلبتين وهنسيبها لحد ما تتسبك. وادي الصلصة بتاعتها بعد ما سبكت وزودنا لها مية، وانا هسيبها تاخد غلوتين بعد المية اللي زودنا لها. وكده الصلصة بتاعتنا بدأت تغلي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. دلوقتي بقى الكفتة كانت جاهزة عندي وكنت محمراها، هنزل بيها على طول في الصلصة، وطبعا هسيبها حوالي 10 دقايق في الصلصة، وبعدين نشوفها مع بعض بعد 10 دقايق. كده الصلصة كده الكفتة بتاعتنا طابت في الصلصة هي وبقت جميلة بسم الله ما شاء الله، وطريقتها سهلة خالص وبسيطة. هنبدأ نطلع ونغرف مع بعض كده. شوفي يا حبيب قلبي الكفتة جميلة ازاي وماسكة بعضها ومش مهرية خالص. طبعا ان عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير وتفعلوا الجرس يوصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وانتظرونا بفيديو جديد من أكلات أحمد ومحمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.